فايقين ومفرشكين، صباح الخير، صباح الفل والياسمين، ان شاء الله نهاركم زين، نتمنى لكم كل الخير وين ما كنتوا تسمعوا فينا على اي اف ام، احلى راديو، ان شاء الله تكونوا عديتوا ويكاند مزيان. كيفكم ويكاند؟ فرحنا فيه برشا، ويكاند تونس الكل كانت فرحانه وفخوره، فخوره بالفيختي متاعنا. ونجبر هنا باش نزيدوا نحكيوا عليها شويه اخرى مقبل كل شيء. خلينا نصبح على ليكيب حاتم، صباح النور، صباح الخير، عادي تان بون ويكاند. وي سافا، معناها عادي، ويكاند عادي، طقس بيان سور، مازلنا في خريف، مازال ما جينيش الربيع، ها مازلنا بحوايج الشتاء، عاد دخلت وما عاد خرجت منه. أنا أصلا في الشتاء بمريول ونص وتو هاك تشوف معناتها. وأنت في الصيف تبدل عندك انفصام في الشخصية. برشا. مازلت تصور في فوندو أنت كمان تصوير الصباح. كملنا. لا نصور في أنت والمجيرة كملنا تصوير الأربعة نتاع الصباح، أنت والمجيرة. مجيرة باجي. خالد بن صباح، لا في بالي نستنى فيك باش تقول حاجه اخرى. خالد حاجه مهمه، اي استنيت فان انا، قلت لي مجيرة استنيت نزلت نبدا ودرس. خلود صباح النور، صباح الخير نيثان، صباح الخير اللي يسمعوا فينا الكل، صح الحجامه، يعيشك بابا، يعيشك الله يخليك، ميرسي بوكو. ان شاء الله تكونوا عدوا ويكاند باهي، الويكاند كما قلت انت انس شيختنا في الويكاند، شيخنا بالكورة زيدا، تعال نحكيو على الكورة، تعال نحكيو على أنس، حتى ستوري متاع اليوم على البدايات متاع أنس. أما قبل ما نبدأ الميسان نحب نتقدم بالتعازي لزميلنا مراد، بعد إن شاء الله إن شاء الله هم في في الجنة وكهو، إن شاء الله آخر الأحزان. خبر الحقيقة كي نوزا بوكو بوكو أتخيستي، مراد زميلنا وخونا نحبوه برشا، والخبر هذا بالحق يظهر اللي مسنا الكل، إن شاء الله ربي يرحمها وينعمها، إن شاء الله من دنيتها لجنتها. مراد on lui présente toutes nos condoléances. Je pense اللي يظهر لي dans la vie d'un homme ما فماش حاجة أصعب من لا بيرت دون مير، لا بيرت نتاع الام. دونك مراد الكلنا معاك، وان شاء الله ربي معاك، ان شاء الله ربي يصبركم، وان شاء الله ربي يرحمها وينعمها. نجيب صباح النور، صباح خير، صباح خير المستمعين الكل، صباح خير تونس، يا ربي العمل عليك وشده فيك، ان شاء الله نعدي ساعة النص باهين وننطلقوا يا ربي العمل عليك. ننطلقوا يا ربي العمل عليك. باه ننطلقوا قايد يظهر لي باش نبداو في الاخبار نتاعنا، اما قبل كيف ما نعاد الوقايد هذايا باش نمشيو للانفوترافيك، نذكروا اللي جديد تتنكد شويه، دونك نسيسوا رواحنا ان شاء الله يطلع نهار باهي، ان شاء الله يطلع نهار باهي، ان شاء الله فما تونس الكل، فما حاجه تصور على البحر اليوم، تصور على البحر، خلي نهار الاربعاء خير بالحق، يبدا يتحسن، مش في تونس، مش في تونس. شو الحاجه الوحيده اللي نعرفها؟ نعمل طلع على الميتيو، ما تحبيت نشوف وقتاش نجم نخرج بالموتور على راحتي وكل شيء. شو باش يقعد؟ لا باش تقعد الدنيا شتاء، باش تقعد الدنيا شتاء حتى نهار الاربعاء ديبي الخميس. مشكلة في مي من نهار الخميس اكزاكتومون، يظهر شفت الميتيو انت زيد ألفة، من نهار الخميس ديريكتومون باش نوليو في الصيف الصيف، معناتها نحوسوا في 30 32 34 درجة. يزي شتي سي بون، اي مام سي بون، طول في مي يعني البوليسيه قريب يلبسوا نص. عطينا ترانزيسيون ديكا ديكا، مش مشتي تتعدى ديريكتومون للصيف، ما يسالش، عطينا صيف، عطينا صيف. اوتوكا وقايد باش نمشيو للانفو ترافيك. الفا صباح النور، صباح الخير، صباح الويكاند، الحمد لله، يلا تو سويت انفو ترافيك. فقت ولا ما زلت؟ صحصح وفيق وابدا نهارك مع اقوى متينان فايقين مع نضال. السبعة وثنين وعشرين دقيقة، صحصح وفيق وابدا نهارك معانا وقايد باش نبداو احنا بدنا في الاخبار بتاعنا تو سويت ال 24 كرونو. 24 هور كرونو، هو لما حاله باش نمشيو ابعد 48 هور نشوفوا شنو صار في الويكاند هذايا. ما نجموش يظهر لي نبداو اخبارنا اليوم ما غير ما نحكيو عليها، هي اللي مفرحتنا ورافعه رايتنا، وزيره السعاده انس جابر اللي تكتب تاريخ.
الثلاثي هذا شادة أثنين ذيك توا أمس بعد الفيكتوار هذية ستيام مونديال. خليني نقول قلت هذولي نهارة الجمعة اللي فات هذية اللي صار أنه توا أمس ترجع ستيام مونديال سي اون لسون درس درس على خاطر أمس أم مودونية خلطت في الكلاسمو بارمي لي دي بروميير وحضرت لدي تورنوا كبار تعبت عليهم حضرت بسيكولوجيكمو حضرت فيزيكمو وبعد لا يو لا بروميير بليسور البليسور الاولى قلقتها ياسر وبعدتها شويه خليتها ما تنجمش تكمل تورنوا ومن بعد رجعت وجاتها البليسور الثانيه اللي هي خليتها كيف تبعد على التورنوا حضرت له وتعبت له وكانت تستنى فيه عندها قديش الحاجه دي ما خلتهاش تقيس الحاجه هذه ما خلتهاش ترخ في من با 6 اشهر عاودت وقفت على ساقيها وترجع بالسياسة حتى لين تخلت للتورنوا متاع مدريد وفي التورنوا متاع مدريد خلطت للفينال وقلنا ان شاء الله تعملها وعملتها أنس جابر تهز طالبة دولية متخرجة من كلية سلاح جوي الملكي البريطاني هذه بالحق تسحق كيف ما أنجبر تصفيقة كبيرة برافو قولوا لهم زوز برافو عنا تصور لهنا متاع خولة ميهوبي مش هذا كهو فما امرأة أخرى زيدة شرفتنا ومرأة أخرى هزت تونس زيدة كيف في العليل الويكاند هذه نحكيه على ندي أرديوي نادير الديوي الباحثة التونسية اللي تحصلت على بخي مونتي كارلو هذا كل صار في الويكند هذا البخي مونتي كارلو فام دو لاني فام دو لاني بعد ما نجحت في انها عملت ميثود جديدة pour le diagnostic du cancer du sang la cause est noble le prix est grand prix مونتي كارلو فام دو لاني نادير الديوي خولة ميهوبي ان جبر ميرسي محليكم نسي بلادنا إن شاء الله ربي يخليكم إن شاء الله ربي يفضلكم إن شاء الله حتى كان احنا ديما نبلبزو هاكم انتوما ديما ترقيهم الشيرة الأخرى وهاكم انتوما منورين تونس ربي يفضلكم ومحليكم نحبوكم برشا وما بنا ومحلاك نشوفوا نسانا في العليلي كيف منهك إذو اللي عملت مونولوج توين نخليكم الكلمة ليكم انتوما الوليد يلا حاد هو معناها بينسوق فخر أي تونسي مرأة راجل مزلنا خاطر ضميرنا كمجتمع ماهوش مرتاح مع نسينا مانيش عاطينهم كارهم ما ياخذوش في الورث هذوكم نقيصات عقل المدين في الموروث الثقافي لا معناها جسبير نخلطوا نهار كي تونسي كلك سوا السيكس متاعو تونسي يعمل حاجة هو تونسي فخر لتونس تونسي معناها تونسي ولا تونسية لكن نحنا مالوغوزمون مازلنا يلزمنا نقطع أشواط أخرى باش تولي فريمون مساواه حتى في طريقه تو كان خذا يمكن مثلا راجل من هذه الاكاديميه الملكيه
صاوري باسي هيك معناها فهمت ما نحكيوش معناها نعتبروا عادي كونه راجل ينجح لكن اكسبسيونيل وقت المراه تنجح لي وقت التونسي ينجح سي اكسبسيونيل نحبوها زيد اون طون تولي نورمال خاطر برشا ناجحين ومش ظاهرين انا عندي مون كوزان معناها طبيب في فرنسا جاء فاكانس على جمعتين بالتليفونات يعيطولو ايجا السيرفيس درشنو معناها الابطال الصغار اللي مفيقوش بيهم معناها طب مهندسين في الزيتي انا المرة اللي فات قاعدين عندنا صديقنا معناها جاء بحذينا عدة ثلاثة ايام بعدش قص على الفاكونس خاطر إيلون ماسك شري تويتر وهو مسؤول كبير معناه تويتر على تويتر في النزال عيطوله معناه الكيب متاع إيلون ماسك إيش باش نحكيه معناه تصور تجيب واحد من الفاكونس من قاع الدنيا سيكو هو مهم في في الانتربريز متاعك دونك نحن عندنا برشا ناس هذه النخبة الجديدة اللي انفيزيبل النخبة بعد ساعات كي تعرف بعد ساعات كي تبدأ عندك النخبة كي تبل تسمعها تعمل برشا حس طبل فارغ من داخل دف 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 تسمع برشا حس هذيك النخبة الشعبوية اللي قاعدين راهو فيها كيما شفتر معناها كي تسمعوا ما تفهموش كيما ليه معناها لا استثني احد معناها شفتر كيما تسمع مثلا الجهاب نتاع النهضة كي يبداو ينظروا كيما مكي تفكر توا الزكاة قبل واحد خاطر عنده هو باش يربح منها السياسية وكل شيء بيخلي وقت الاخبار وبعد شنو نكمل بعدش باش نكملوا مرة أخرى برافو لنسيت وينسى ذوما الكل اللي شرفونا في الويكاند هذايا وتحية مرة أخرى سيغتو كيو على جات أسيورانس جات أسيورانس حابت تدل الحرفية متاعها اللي ما عملوش دي زاكسيدون فوتيف لمدة 5 سنين وأكثر وتهديلهم كارت كاربورون أجيليس بقيمة 500 دينار دونك تابعونا بعد أخبار الرياضة باش تتعرفوا معنا على شكون سعيد الحظ وإلا سعيدة الحظ اللي بشبد نهار واللي بشبد نهارها بالربح مع جات أسيورانس نواصلوا كيف ما قلنا من زينا باش نحكيه سبور باش نحكيه على ماتش الديربي البارح ما بين ترجي قبل ركزوا معي مزيت ما فتش الجملة أما قبل ما نمشيه للديربي خلينا نشوفه خالد كل يوم قاعدين نربحوا في تلوى وين تفرجوا في الماتش تاعون جيبل انا تفرجت في الدار تفرجت في الدار مع بيانا كومباني تفرجت في الدار لازم بيانا كومباني شي يهمنا باش مالو موضوع انت اللي قلت ونحن شي يهمنا من حكيت شي يهمنا ما يهمنيش اما تزيد تقول انت تفرجت بيانا كومباني كل التقنقين نتاعكم تاع في الدار وحدك ودرا شنو اعطينا ورينا تصوير انا ما نصدقش ما نصورش انت تصور انا ما نصورش احنا ما نحبوش ندخلوا في عيشة العبيد اما خالد يا ولدي خلينا نحكي على اون جيبر خلينا نحكي على اون جيبر وكوبي جديده ومشيت للحجي وكل شيء حجم كبير اعطينا من خلينا نحكي على اونجيب يخرج مع حجيب اربط بسهم داير اليوم الويكند بتاعهم باش نحكي على اونجيب تفضل خاطر العباد اللي تفهم لامبورتونس نتاع اللي عملته تحيه اللي يخرج معاه خاطر فريمون نفهموا اللي الوضعيه صعيبه ايسا ما تكون كلمة ايسا وغليت الكوب تحيه الحجامات وحجامين بتاع تونس بين نجم كامل تاو تنزع شنو البلاتو هذا فم فايقيني على حكي بيه لازم نفهموا الامبورتونس الاهميه نتاع التورنوا اللي ربحته اون جيبر في السيركوي فما الاربع دورات الكبرى اللي كانت جرون شليم وفما سنه ست تورنوا دبليو في تي 1000 سبعه دورات اللي اقل من جرون شليم اللي فيهم 1000 بوان ديستريبيوي ما تخوش 1000 بوان كاملين هي واللي اهميتهم ممكن معني او نيفو دو كومبيتيتيفيتي على اطار المنافسه يمكن ساعات اقوى من لي جران شليم على خاطر ما تترشح لهم الا ما تكون عندك دي كريتير معينه في الكلاسمون ونمبر دو بوين في السيزون هذيك وغيره انا فرحت ياسر بالتتويج على خاطر انس وحكينا احنا كنت فاكر حاتم قبل الويكاند ايلي تو باش تربح فينال العقدة هذيك تخلصت منها في تورنوا كبير تو خاطر أونس جيبر ماهيش بعيدة برشا في حتى في السنوات الأخرانية إنها تربح أن تورنوا متاع دبليو في تي 1000 ولا حتى أن جرون شليم أما الغالب إحنا عنا
الكومبلكس نتاع الفيكتوار التوانسه مولودين بيه في لي كاتيجوري الكل في نتاع نحكي رياضه. انا نتفكر التوا 2005 الفينال تاع الشامبيونا دو موند تاع الهوند مش الكوب دو موند تاع الهوند مش الشامبيونا دو موند تاع الهوند اللي ا 20 سكوند كنا الويلة وخسرنا في الاخر. عنا برشا عنا ديما كل كومبليك دخلت العين وما تشربش انس خلطت برشا مره العين وما شربتش نورمالمون ما دام تخلصت من العقده هذية اللي جاي خير راي انس انا لامبريسيون اللي هي عايشه عن معانا عندها برشا اما راي عمرها 28 سنه كهو مواليد 94 انس دونك مازال لها تنجم تكون مازال لها 5 6 سنين اخرين في التريو نيفو تنجم وبش ان شاء الله توصل بريمير مونديال. حاجه اخرى جوجو كلامك خالد مهمه ياسر الفيكتوار غادي على خاطر زيد الفيكتوار غادي صارت سور تير باتو و رولان غاروس ذكروا لي رولان غاروس كي في بارتي دي 4 غران شلام كيف كيف سور تير باتو دونك اونس نجم نقولوا اللي هي السي بروفي لها هي ورات الروح اللي هي تري نجم تربح رولان غاروس. فما حاجه اللي هي زاد جديده c'est qu'en même temps il avait un match là les Liverpool Tottenham Liverpool Tottenham ou le Khawi ou Daniel Cole حاطين أنس معناها معناها تعرف ليفربول تلعب على التيتر مع توتنهام واحدة الرابعة والأخرى الخامسة واحدة الثانية الثانية وأنس زيبر زيادة فما زيادة توا اليوموريست لو بلو فوندو في فرنسا أكثر يوموريست يبيع في فرنسا اللي هو غدوان بوغرابا كان يعمل في السبكتاكل نتاعو نهار رضوان بوغرابا رضوان بوغرابا كانت سي تو بريفير هو مسمي روحو غدوان بوغرابا دونك في وسط السبكتاكل دونك فما مشيت عبيت تتفرج في سبيكتاكل وميم تو حتى الماتش نتاع اون جيبر في ستريمينغ في اون بلان ميليو دي سبيكتاكل فما شكون قام يعيط ويلي وقت ربح تونس دونك عمل لون بوز عمل لون بوز وقعد يحكي على اون جيبر وقعد خوفتنا راهو معناها نحكيو على العقده راهو توصل معناها ربحت البروميير سيت ايل دوميني تخسر 6-0 في فينال راهو برشا عبيد انهارت مش برشا عبيد روجي فيديرير ينجم انهار في بلوزيور فينال كونتر نادال على خاطر سيت يتعدى فيه على جنب يوفى الماتش معناها لقات الفرصه باش تعاود ترجع وتعاود تربح الماتش. هي حتى دوزيام سيت راهو معناها ترجع للبارتي يلا يو دو ولا ترو دو بال دو ماتش ولا ترو بال دو ماتش وضيعتهم دونك جو بونس اللي هي رخت وسي نورمال الا جيري معناها ضحات بالدوزيام سيت وبعديش نجي نضال وراء كل امرأة عظيمة رجل عظيم والرجل اليمن بأحلام المرأة لأنه يعطي الصحة زوج أنس كريم كمون اللي أمن وكي تلقى امرأة رجل يأمن بحظوظها تنجح ويعاونها باش تنجح لأنه ما قالهاش شد الصغار وابقى في الدار واخدم وروح وشيع صغار للمكتب أمن بها وكانت بطل حقيقي. بالمناسبة نشكر الدكتورة نداء وخولة على التكريم الدولي أيضا ونقول نسائي وبلادي نساء ونصف. السؤال يطرح نفسه نضال أنا مش منطق بلكش خاطر ما نفهمش برشا في السبور كي خالد وكيف كنتي وانت بالكش تحكي على انس لانك تعرفها شخصيا انا انس ما نعرفهاش علاش التوانسه فرحانين هاو باش نجاوبك معجزه اللي عملت شنو معناتها علاش التوانسه هاو باش نفهمك علاش التوانسه فرحانين بانتصار انس علاش تونس شيخت كي ربحت انس علاش تونس شيخت ينجم يظل الصعدي شيخ لانه يعرف اون بيرسون انس علاش تونس كل شيخت تونس شيخت لانه في عقليه المواطن التونسي وفي عقليه المواطن العالمي كان يتذكر التوانسة وقت اللي انهزمت ألمانيا في 45 وفات الحرب العالمية الثانية نساء ألمانيا تسميه نساء المباني المحطمة على الجدران يكتبوا النساء يكتبوا أزرع الأمل قبل القمح افعل ما تستطيع أن تفعله قم بأي حاجة تنجم تفعلها نساء ألمانيا عام 45 نساء المباني المحطمة هما اللي بدأوا بنوا ألمانيا الجديدة وقت اللي فما 10 مليون قتيل في ألمانيا وقت اللي فما 5 مليون مجون في ألمانيا نساء ألمانيا هما اللي بنوا ألمانيا وقت ألمانيا طاحت عام 45 عام 54 ألمانيا هزت الكوب دوموند
الجوارات بتاع المانيا صوابعهم تخرج من السبيدر، لانه السبيدريات اللي يلعبوا بها في الكوب دومون سبيدريات مقطعه وتبنت المانيا. وشوف بعد تقريب 9 سنوات المانيا انهارت عام 45، عام 54 هزت الكوب دوموند. في السبعينات المانيا من اقوى الاقتصاديات في العالم. على ذاك نقولوا نساء بلادي نساء ونصف البلاد هذه فرحنا، فرحنا بتتويج انس، لانه فرحنا باش نصرع الامل، لانه انس اعطتنا درس في المثابره تخدم تلقى. خاطر نحن التنس لعبة بتاع ثرية مش لعبة شعبية، لكن التونسي شيخوا بها يحبوا يفرح يحبوا الأمل، معناتها النجم ونبنيه كي واحد يحط في قلبه ويخدم ويسعى ينجم يوصل. وأنس غير دليل على ذلك. شكرا أنس، شكرا خولة، شكرا النداء، نساء بلادي نساء ونصف. شكرا وبغافو لهم الكل ومرسي نجيب. الحقيقه ضيعتنا شويه، هزيتنا هكا قعدنا نتبع وقلت وين ماشي هذايا، اما صافا في الاخر عاودنا رجعنا لساقينا شويه. انا مخي مشى يا ودي، انا صراحه كنت باش نقول بعد 25 جويليا باش نضيع، انا باش نزرع كان مش 25 جويليا راهي في القضيه شو نقضي كي نخرج من الايميشو ممكن كساعات عم جمله ترمو طويله نتبع من بعد نقرا روحي شنو نقصني في الدار نمشي نقضي. المهم انا ملول تفجعت، انا ملول تفجعت كي قال وراء كل امراه عظيمه رجل عظيم. صحيح كنت بيقول قيس سعيد والله لا لا مشيت بدل سعيد تعرف اسمه واهدي هذا الاندثار للسيد رئيس الجمهوريه راعي الرياضه فيه. انا نتصور مشيت بدل الفرق بيني وبينك يا خالد، انت شقت على التنس انا شقت على الامل، انا لأن كل حاجه في البلاد نحب نصنعها لان البلاد محطمه حقيقه هذه. ما انت يقولون شيختنا نجموا نعملوا حاجة رأوا أنس ربحت أمريكا، أنا البلاصة اللي فرس وأمريكا التي لا تقهر هي قهرت أنس يبر قهرت أمريكا تبعوا أمريكا على ذلك البارح تساركلين الصفارة. شوف الميزانية والله ريتوا صفارة بساركل البارح. شوف الميزانية اللي عاملينها قالوا جماهير للعبة الأمريكية بارابر نونجير هي ما انت كي واحد يحط في قلبه يربح ليه. وفما حاجة أخرى زيدا نتخيل تفرح أنس والإكيب متاحة سيكو تخي سوفون ماتها عليتي كريتيكي قالوا لها يزمك ستاف آخر وكان تحب تطلع نيفو أقوى يزمك ستاف بلو بروفيسيونيل وكيفاش راجلك يزون كريتيكي برشا ماتها يزون كريتيكي لفيت اللي هو رجلها هو برشا راهو رجلهم بريباراتور راهو احنا نحكيه وتو فرحانين والشعب التونسي فرحانة ما راهو احنا زيدا عنا شويه اي حدا من غير ما نقول الكلمه اما راهو الشعب التونسي ياسر نبر على انس وياسر حبي تطيح المورال الانس سيرت مومو وياسر حبي معناها عمل حاجات تطيح لها الكونفيونس في روحها تو شايفين بها تو هذه حتى بالنسبه لانس والكيب نتاعها تتسمى هذه سي اون غوفونش. علاش؟ على خاطر تخي سوفون قالوا لها كيفاش الستاف تكنيك نتاعك كنت تحب تخلط نيفو اعلى وكنت تحب تربح دي فينال لازمك تبدل الستاف نتاعك اي با لا بروفي اللي الستاف نتاعها هذاك هو الستاف اللي باش تمشي به ديكا ديكا حتى لين تولي بروميير مونديال وهذا سيس كي اون تران دو بروفي. دونك تربح دي فينو نقولوا مش ده شنو قول له تربح دي فينو فينال فينو اون فينال. بون حاتم يظهر لي انا باش نمشي الالفا شبيك سمحت لك لا لا انت شبيك سمحت لك سنستنا ما خير حاتم نكونوا واضحين سنستنا ما خير. يلا توسيد انفو ترافيك ونرجعوا لكم. يلا Shell V-Power, le carburant premium, il y a t-il moutour karabtek akfer nage et aufailé. Shell V-Power, super sans plomb et gasoil sans soufre, est le produit de l'année, le lame fini à la tawili. صح صح وفيق وابدا نهارك مع اقوى متينال فايقين مع نضال. السبعه وواحد وخمسين دقيقه باش نواصلوا. قول لي حاجه جست توضيح راني نتفادليك ما غلطتش ولا صلحت لك فينال شكون جد هاي فما ولا لا مرجي سميك صلحوا لي فضلك رني وبتبيع زاد هبطت هي هبطت لي حتى الوحده تاع جوجل وبتبيع قولوا ان فيستيفال دي فيستيفو زاد كيف كيف حتى معك ولا ان شكال دي شاكو ماتها بون جات عليهم فينال دي فينو اللي قلتها دي فينال دي فينال دي فينو باه نحن مش في فورما اليوم انا انا سافار الحقيقه احكي على روحك ما تقولش احنا عشوائي انا سافار لاباس بورتو مصبح ما سافار لاباس انت استنى
نواصلوا في الاخبار نتاعنا نمشيو متهنيس هاي هاي نمشيو للسياسه هاي 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 السياسه لا مش السياسه نمشيو لا 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 قبل المظاهره خلينا نمشيو من التنس يودي غير الراجل مع يخسر وش هو اصفر نجيب فيبري مخبيره قاعد يشارك قد يدفع لك فلوس باش ما تحكيش على المظاهره المليونيه المسانده اللي قايصه انا جينا انا جينا المظاهره علي يعطيك الصحة ديما هكا كون دكتور احنا في الكورة ديربي والجمعية ما قلت ما قلت ما درنا في السبور خلينا نكملوا السبور فرد مرة دوك خلينا نرجعوا نحكيوا على ماتش ديربي البارح حتى المظاهرة رفع اثقال البارح هكا الاثقال ايه بديت دمج هاك بديت هاك بديت الدماغ تو نحكي في السياسة ولا في الكورة تحمل مسؤوليتك نسكروا الكورة ماتش الديربي البارح ما بين الترجي والكلوب افريكان اللي وفيه بالتعادل سلبي 0-0 تفرجت ولا صح حاتم تفرجت لا الحق ما تفرجت خالد تفرجت اي تفرجت ما نستحفظ على عناية للفينال تاع الشامبيونز ليك دونك في العادة ديربي من أكثر الماتشات اللي نستناوهم أما البارح صارت برشا انتقادات ماتش برشا قالوا بيت مردود ماهوش في المستوى برشا قالوا زيدا هكا بوليميك كبيرة زيدا صارت على ضربة الجزاء نادي الإفريقي نورمالمون زهير الذوادي هو اللي يشوتها شهاب العبيد يهز الكرة وشات هو وضيع ضربة الجزاء خالد شنو قولك في ديجا في البوليميك هذه بوليميك تاع البينالتي أي شوف احنا شفنا منتصر لوحي شي منرفز بعد البينالتي اما نورمالمون ما نعرفش اذا كان عندك ليست نتاع برومير دوزيام تروزيام تيرور حتى وانت ترافيه قول له ليه ما تشوتش معناها شفناها برشا مرات انه مدرب يمنع ملاعبي حب يشوت وحده انه يشوت تو سامبلومون ماتنو البوليميك تخلقت خاطر ضيعها شهيب وراهي تبقى بينالتي والملاعبيه الكبار في عبر التاريخ كلهم ضيعوا بينالتي ما لازمناش زاد نعصروه الراجل على خاطر ضيع بينالتي بينالتي تري تري بيان تيري تالق من التيرور وتالق من الدبشه اللي شدها وكهو معناها ما نكبروهاش الحكايه بينالتي ضاعت ماتش الريال ماتش الريال الاخراني فما البارح في كانال عداو كيفاش كريم بنزيما جاب البينالتي وعيط رودريغو قالوا إيجا شوت خضر أنت في فورما يا أخي رودريغو قالوا لي قالوا أنت عصابك أخو من أخوه بيرا معني سينور معني ورينا زيدا كان حبوا نحكي على البينالتي ديرينا زيدا كافاني ونيمار وقت تعاركوا على البينالتي كافاني جيتوا بينالتي نيمار حب يشوتها وكافاني قالوا لي وفي الأخر ضيحها كافاني وبعد جيت نيمار بينالتي جيت بقرار من إدارة بي اس جي وقتها داير من وقتها المستوي بتاع كافاني تاعه معناها خاطر الستي انت فكرها بالقدي معناها قالت هبطت الريال بي اس جي كومونيكي بريمير تيرور دو بينالتي نيمار كيبدا سور لو تيرا ديما في الدربي نضال ما فماش برشا كوره معناتها ديما سي با فري لا دي سي با فري ما فماش برشا كوره وكل ايكيب يتسنى الغلطه بتاع ليكيب الاخر معناتها اللي اكتشفناه البارح في الماتش اللي الافريقي اكبر من منتصر الوحيشي الافريقي اكبر من منتصر الوحيشي البارح ما الفريق اكبر منتصر لوحيش لان الفريق كورت بالباهي وما ربحتش مسؤوليه شكون مسؤوليه المدرب الفريق اكبر منتصر هذا انا راي هذا اي رايك رايك ايوه راي الفريق اكبر منتصر لوحيشي منتصر لوحيشي وقت اللي جاء للكلوب كلوب في وضعيه حرجه جدا راه ما لازمناش ننسيو ما لازمناش يكونوا عندنا ذكرى قصيره راهو النادي الافريقي مازال كيف خرجت من ازمه وربما المتتبعات الماديه بتاع الازمه اللي صارت للكلوب في جره العباد اللي تعرفهم انت ما زلت نتائجها حتى لتو دونك منتصر لوحيشي والستاف والاداره نتاع الكلوب راهي حطت النادي الافريقي على السكه صحيحه راهو النادي الافريقي وصل طرف في المراكز الاخيره في مواسم قديمه منتصر لوحيشي خدم خدمه مزيانه ياسر بالليفكتيف اللي عنده بالامكانيات الماديه اللي عنده تعمل نول في ديربي راهو ماهوش انت شو سمو كيفاش ظهر لك الديربي هذا ديربي ماست دربي ماست معناها كره وين دربي ماست شويه كان نجم يتبدل كان انا متاكد كان البينالتي تماركيت راهو شفنا 2-1 من علاش ما شتاش الضوادي المسؤوليه شكون باش اللي هو باش ما نكبروهاش باش نوضحوا زهير الضوادي قال نورمالمون انا باش نشوتها في بيرين باش نشوتها اما كي ريت شهاب
هزها ما حبيتش نعمل بريسيون ولا ستريس. لهنا يدخل المدرب، راه مش نلعبوا في حومه في بطحه. يظهر لي ماتش الدربي يبدا يلعب الكل ماركي بونتو في الدربي، ينجم يشدوا بريميات 10 سنين في تونس بالحق. تعظم واحد في دربي تولي انت بطل تماركي بونتو، معناها يلزم اعصاب، يلزم تخمام، ويلزم معناها يلزم زاد اونترينور وفيع بينالتي ابخي تو. هو الماتش بكله زاد مش بالحق، حتى حد ما يستاهل يربح، مش حتى حد ما يستاهل يخسر، حتى حد ما يستاهل. اغلبيه الدربيات حاتم ديما فماش كوره، يقانصوا في بعضهم شكون يغلط الاخر تزغل اسمه الديربي. هو خاطر سيت وانا مانيش موافقهم في هذا، على خاطر لي ديربي الاخرانيين الكل فما سيطره في الربح من عند الترجي في العوام الاخرانيه، اما ديما نشوفوا كوره معناها النادي الافريقي في أسوأ حالاتها ديما تخرجت راح بهين في الديربي، وديما نشوفوا بونتويت في الديربي معناها صفر صفر اول مره. راه في البينالتي الغاتي يقول لي خالد كان كلامي صحيح ولا في البينالتي الغاتي هذايا الرابح هو يظهر لي صادق الدبشي اللي هو اول مره يلعب ديربي، اول ديربي بالنسبه لي، وعمل باراد كبيره ياسر. دوك متخيل معناتها حاجه كيف من هكا كيما قال لك حاتم، راه فما 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 جوارات تتولد في بارتيات متاع درب البارح، الدربي متاع البارح ولد ولد الدبشي معناها دربي ما نتسرعوش ما نعملولوش خاطر في الماتش اللي قبل، الماتش اللي قبل زوز جول نتاع كيب ناسيونال ماكلين سته في مع بعض 4-2 عندك زوز جول نتاع كيب ناسيونال ضربين سته مع بعض معناها هاي 4-2 سكور، واحد ماكل اربعه واحد ماكل اثنين وزوز قلت غلطات اوتوكا. توا ترجي في الصداره ب10 نقاط، هل نجم اليوم نحكيو انه البطوله تحسمت ولا مازال بكري؟ 10 نقاط 8 نقاط مسير مازلت في الكورسه، وحتى النادي الافريقي مازلت في الكورسه. لو لعبنا 3 جورنيات على 10 ما نجموش نقولوا تحسمت الشامبيونات، يمكن بالعكس يدل لي كان حسما. تفكر الترجي كانت 3 بوان هربة على المسير وقت اللي بدات ولا 2 بوان كيف كيف. ما نجموش نقولوا تحسمت وقت اللي 10 نقاط 8 نقاط 7 نقاط. هما قدام مازالوا سبعة ماتشوات البارح الإطار الفني للمنتخب كان حاضر البارح في الماتش بتاع ديربي، هل نجم نشوفوا دي نوفو ريكروتمون جوارات جدد باش يمشيو لل دبشي ماركي دي بوان يظهر لي انا دبشي شكون بالنسبة ليك إلى ماركي دي بوان؟ انا ماذا بمزل ثانيتين ماذا بينا وادي الجيري، خلينا نتفرجوا في الكرة التونسية. ما عند علاش بالحق، علاش ما نخرجوش في التلفزه الوطنيه، علاش ما تعدلناش ماتشات، علاش نمشيو لكاس مره اخرى؟ مش قاعد نتكلموا اخر دي وحليت الموضوع هذا نجم نقعدوا نحكيوا عليه نص ساعه. المهم مقيد يدور يتوا باش نحكيوا بعد المظاهره البارح نعاودوا نرجعوا جيستمو بعد الاخبار السبور الميتيو باش نرجعوا نحكيوا على المظاهره تو سويت. ميتيو اخبار سبور هنا راجعين تو سويت. اي اف ام